اغنياء ولي ملياردير ديال العالم كامل بداو كيبنيو مخابئ تحت المنازل ديالهم، وكاين منهم اللي كيبني مخابئ سريه تحت ما عرفهم في كاينين. ومؤخرا مارك زوكربيرغ مول ميتا مول فيسبوك بنى سيدي مخبأ في المزرعه ديالو في جزيره كاواي، مخبأ المساحه ديالو 400 متر. وماشي غير مارك، حتى بيل غيتس كيقولوا بان في كل منزل من المنازل ديالو اللي كاينين في العالم عنده مخبأ سري. واش هاد الاثرياء عندهم شي اخبار ما عندش الناس كاملين وكيوجدوا شي حاجه جايه؟ يقول رئيس تنفيذي شركه اطلس سيرفايفل شيلدرز، هاد الشركه اللي مختصه كتصوب هاد المخابئ ولا هاد الملاجئ، كيقول من وراء ما العالم عرف بان مارك زوكربيرغ كيوجد مخبأ، التليفون ديال الشركه ما حبش وكلشي من اغنياء العالم كلشي كيعيط باغي يصوب تاهو مخابئ فين يتخبى لو وقعت شي حاجه. وقال جريده سي بي سي بانه في هاد الوقيته هادي كيصوب ملجا لواحد الملياردير ما بغاش يقول السميه ديالو، ملجا بقيمه 7.5 مليون دولار. وكيقول الرئيس ديال شركه هارد نت ستراكشرز، هاد الشركه اللي كاين المقر ديالها في فيرجينيا ومتخصصه انها كتصوب الملاجئ المحصنه بملايين الدولارات، كيقول الرئيس ديالها بان الامور كانت ثابته والطلب كان ثابت، ولكن مؤخرا في هذه السنه الاخرى الطلب كثر بزاف وبزاف ديال الناس اللي عندهم فلوس باغيين يصوبوا ملاجئ محصنه. يقول كل شيء ديال بوتين واوكرانيا ولا كوريا الشماليه ولا هذا الشيء اللي واقع في غزه زاد من الوتيره ديال الطلب. عزيز قال لك الاخبار المنتشره ديال انهيار القانون ولا هذيك الموجه الكهرومغناطيسيه اللي غادي تقطع الانترنت، ما بقاش الانترنت في العالم كامل. اما شركه فيفوس اللي هي مختصه في الملاجئ وكنت درت عليها فيديو شحال هذا يمكن لكم ترجعوا ليه، هذه الشركه اللي كاينه في كاليفورنيا قالت لك اسيدي بان الاستفسارات الناس كيعيطوا باش يسولوا والناس اللي كيديروا الطلبات ارتفعت النسبه ديالهم ب 2000%. بنادم مخلوع طبعا. الحالة الشركة ديال فيفوس ولا شركة هاردنت ستراكشرز راهم بجوج كيصوبوا ملاجئ، ملاجئ محكمة مقاومة للانفجارات، داكشي الخيال العلمي. أما شركة أوبيديوم فراه قالت للشركة الأمريكية ما كتعرفوا والو، شركة سويسرية كتصوب ملاجئ أسيدي قال لك فاخرة، تصوب لك أسيدي الملجأ تحت الأرض، فيه المسبح، فيه السينما، فيه اللي بغيتي، الغرف ديال النوم، الخيال العلمي. والملاجئ ديال الشركة السويسرية كتبدا ب 60 مليون دولار. والحاجة الواعرة عند الشركات ديال اللي كيصوبوا هاد الملاجئ هي السرية، ما كيعرفوش لمن كيصوبوا، لان الملياردير اللي كيبغي يجي يصوب ما كيقولش لمجتمعكم انا فلان فلان، لا، يا كيصوب شي اسم مستعار يا كيجيب شي واحد اخر هو اللي يصوب في بلاصتو، يعني السريه تماما، ما كتعرفش لمن مصوب، وحتى لا صوبتي ما خصكش تقول البلاصه فين صوبتي ذاك الملجا، يعني هذاك الملياردير ما باغيش بنادم يعرفوا فين غيتخبى لا وقعت شي حاجه. ولكن الجريده ديال ذا هوليوود ريبورترز خرجت اسيدي واحد الاخبار ديال واحد الملياردير، واحد الملياردير هندي سميتو موكيش امباني، راس ماله 116 مليار دولار. هذا المخبأ اللي باغي يصوب هذا الملياردير غنقولوا لك غيجي بحال داكشي ديال الافلام، وإلا ما تقتوش دخلوا للسيت ديال هوليوود ريبورترز راه غتلقاو المعلومات كاملين تما. هذا الملجأ اللي قال لك غادي يسالي سنة 2025 اللي راه بادين فيه كيصوبوا هاد الهندي في ميريكان، شحال غيصوب هادشي كامل؟ نسبق لكم الثمن بعدا عاد تعرفوا شنو غيصوب، الثمن غيبين لكم شنو باغي يصوب، 4.8 مليار دولار. الملياردير قال لي مصوبوا لي شي ملجأ اللي حتى واحد ما يقدر يوصل ليا للعائله ديالي، قال لي اسيدي غديري واحد الملجأ مقاوم للانفجار، كيما بغى يكون هذا الانفجار القوه ديالو، هذا الملجأ اسيدي غادي تدوروه ليا بواحد البحيره تكون غارقه ب 3 متر تقريبا، وهذا السائل اللي يكون في ذيك البحيره يكون قابل للاشتعال، يعني في بلاصه نشعل العافيه العافيه كامله تدور بالمخبأ حتى حد ما يوصلني، وهذاك الملجأ يكون عنده جسر اسيدي كيهبط بحال هكا، يعني اللي غيجي فوق هذاك البحيره، يعني الجسر هو الوسيله الوحيده باش توصل لهذاك الملجأ. وعزيز اسيدي قال غادي يديروا ليه جميع الوسائل باش يهرب، الهليكوبتر، الغواصات، اليخوت، باش يهرب من شي بلاصه ما عاد مي غيهرب داك الشيء، داك الشيء بحال ديال الافلام ولا شي رسوم متحركه. ولكن الشريف راه 4.8 مليار دولار امريكي، وهادو هما اللي سماتهم جريده سي بي سي تجار الرهبه، يعني كيخلعوا بنادم من واحد الجهه وكيتلقاو لهم الجهه الاخرى يبيعوا لهم شي حاجه. علاش سموهم؟ كان لحقاش خرجوا عاوتاني شركات اخرين ديالاش ماشي ديال الملاجئ ديال الطوموبيلات اسيدي. قال لك هذاك السيد من غادي يكون عنده ملجا وغادي يبغي يخرج يقضي شي غرض خاصو سيدي الطوموبيل اللي تحميه من جميع الاخطار. خرجوا سيدي الطوموبيلات الاسمنه ديالهم خياليه، كاين داك دي كات كات اللي واصلين مثلا 200 مليون سنتيم مغربيه ولا 300 مليون سنتيم مغربيه، كاين وحده ماشي كات كات، وحده 6 عندها الصدر رويد مضاد الانفجار اللي دازت سيدي فوق شي لغم ما يدي منها والو، خاين فاشر ما يوقع لها حتى شي حاجه، مضاد للرصاص فيها اقنعه ديال الغاز بحال الطيارات، هذاك البواني ديال الباب فيه الضوء بغى يحل عليك شي واحد، شحال كيوصل الاثمنه ديالهم؟ راه كتوصل حتى 460 مليون سنتيم مغربي. كاين اللي مشى بعيد اسيدي دار حمايه فرضيه، داير مع شركات انه لو وقعت شي حاجه كيصيفطوا ليه مرتزقه تحميه، اي 6 ولا 7 الناس اللي كيكونوا مدربين خطيرين كينفعوا لكل شيء وما كاينش اللي يقرب لك. هادو هما اللي كيتسموا تجار الرهبه، كيبيعوا لك القصه والوهم بان العالم غيسالي غيتفركع غادي يوقع الماء ما عادش يوقع، وكيزوموا من الجهه الاخرى وكيتلقاو لهم كيدير لهم كاتالوج ديال المخابئ فخمه. ولكن واحد الخبير في جريده ذا جاردينز هو اللي قال واحد الكلام اللي شويه يخليك تفكر، قال لك اسيدي ما نخافوش من هذه القنبله النوويه ولا نخافوا من الانفجارات ولا نخافوا من الذكاء الاصطناعي. قال لك واش في نظرك هذوك الروبوتات ما
ما يقدروش يتجاوزوا مثلا هذاك الملجا اللي مشعول بالعافيه ولا داير هذاك الجسر ما يدخل ليه حتى شي واحد ولا هاد اللي داير المرتزقه ولا الطوموبيلات. واش الروبوات ما قادرينش يهجموا على مثلا هاد الناس؟ الحاضر ثم الحاضر غير من الذكاء الاصطناعي الى يمشي يتقلب على الانسان. وانتم واش كيبان لكم الخوت؟ علاش هاد لي ملياردير كيشريو هاد المخابئ؟ واش عارفين بان غير حنا بيناتنا غنطنو تشروينا؟ ولا الذكاء الاصطناعي وصل واحد النقطه اللي يقدر هو يبدا يتحكم في البشر ويهجم عليه؟ هنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الا عجبك الفيديو استفدتي منه دير لنا شي كومونتير زوين، واشترك في القناه، دير جيم، بارطاجي مع صحابك حتى هما باش يشوفوا هذا الفيديو هذا. وكيف العاده الا عندك شي موضوع بغيتينا ندويو عليه صيفط لي ميساج في الانستغرام، غنخلي لكم الانستغرام في الكومونتير وزيد كاتي.